المشكلة ان هو موجود هنا، وهنا ده كمان يمكن صديقي المحترم دكتور ايهاب توفيق. ساعات تتحط مع فريق كده عمل يبوظ لك شغلك، ما تبقاش عارف ايه الموضوع. فوجئت الكليب الاخير بتاعه، وده عتاب انه وافق بيه على فكره، ده تاريخ. وعايز اقول لكم من اهذب الشخصيات اللي تتعامل معاها بتوفيق، وابن ناس جدا عشان تبقوا عارفين، ولكن غلطه الشاطر بفوره. يعني لما الاقي الكليب الاخير بتاعه بدون اي سياق درامي، واحده واقفه لي بالهانش طول الكليب. معانا يا جماعه جزء الكليب ده؟ يعني كليب اصلا هو بيغني وبتاع والدنيا حلوه، فجاه تلاقي الكاميرا عماله تعمل كده، اهو جايب واحده من هنشها بس. هو ده الموضوع. ايه الابداع من المخرج؟ لدرجه ان ايهاب من احساسه بالغلط ده مسحه من على اليوتيوب. انت يبقى ليه توافق المخرج؟ هو اخراج مين الكليب ده؟ اخراج مين؟ انا مش هحمل ايهاب المسؤوليه. اخراج مين يا شباب؟ الكليب مش موجود. طيب بصرف النظر يعني، هو اتشال الكليب، مسحه من كل حته، يكاد يكون بيتبرأ منه. سليم سموعه؟ ايه؟ سليم سموع. سليم سموع ده بقى هو اللي جايب لنا الانسرت بتاع كليب ايهاب اللي عمال يجيب من ورا، ومتصور في امريكا. ايهاب عامل برودكشن كويس، ما تتحطش معاه تقول له حاضر. اي حد ما يقولش حاضر لحد، انت اللي بتتحمل المسؤوليه. واحد زيك انت ايهاب التاريخي الكبير، لو عايل دلوقتي من العيال بتاعت المهرجانات ولا الاشكال الضاله اللي بتغني اغاني اباحيه دي، هقول لك عادي. لكن انت نجم كبير، غلطه الشاطر بفوره صدقني.